مرحبا، شو هو الكوتشينج وشو هيدا الاختصاص اللي صرنا اخر فترة كتير عم نسمع عنه؟ اليوم بهيدا الحلقة معنا كوتش رح تخبرنا اكتر عن هيدا الاختصاص وليه لازم نلجأ لهيدا الشخص باوقات معينة. فخلينا نشوف هيدا الفيديو بنصيحة اونلاين. هاي، اسمي تانيا حمدان، أنا أخصائية دعم أسرة ومدربة أهل. بفيديو اليوم رح أشرح شو هو الكوتشينج، شو هي هاي العملية وهيدا الاختصاص يلي صار هلأ عم ينسمع كتير وعم ينتشر بطريقة واسعة حول العالم. شو هي هاي العملية؟ مين هو الكوتش؟ ومين الأشخاص المخولين لحتى يفوتوا بجلسات الكوتشينج؟ أولاً، الكوتشينج هي عملية شراكة بين الكوتش والكلاينت أو المستفيد مثل ما منسميه بالعربي. ليه علاقة شراكة؟ لأنه الكوتش جاي معه كل المعدات وكل المعرفة كيف ممكن يساعد المستفيد، والمستفيد جاي معه الموضوع يلي حابب يطرحه بقلب الجلسة مع كل التحديات يلي عم بتواجهه. بالتالي هيدي الشراكة بتعمل على أنه الكوتش يبلش يسمع للمستفيد وللأشياء يلي عم بيطرحها، بعلق على نقطة معينة بقوله المستفيد من خلال الجلسة. هون ساعتها ببلش بيسأل عن أسبابها، عن دوافع هيدول الكلمات، من وين جايين، عن معانيها. هيدي العملية منكون عم نسميها رفع مستوى الوعي الذاتي عند المستفيد. ببلش المستفيد يفهم حاله، يفهم الكلمات يلي هو عم بيقولها، أسبابها، خلفياتها، دوافعها، ليه عم بفكر بهيدي الطريقة والمعاني للكلمات يلي عم بيعطيها. من بعد عملية رفع مستوى الوعي الذاتي مننتقل لعملية إيجاد الحلول. هيدي العملية يعني منبلش من خلالها نكتشف شو الحلول يلي معقولة إن نطرحها قدامنا والخيارات يلي ما كنا منتبهن لها من قبل. هيدا الشيء بتم وقت الكوتش يبلش يخلي الكلاينت أو المستفيد يشوف عدة وجهات نظر للموضوع يلي هو عم يطرحه. نحن مرات نعلق بمشكلة لأنه عم نطلع عليها من زاوية معينة، ولكن لما نبلش نشوفها من عدة زوايا بتوضح عنا الفكرة وبيوضح عنا الحلول. كمان الكوتش شغلته انه يرتب افكار وينظم الافكار يلي عم بيقولها المستفيد لحتى يلاقي الحل المناسب. تخيلوا معي طاوله مليانه كراكيب ومليانه عجقه اوراق، ونحن عم نفتش على ورقه معينه بدنا اياها، ما عم نلاقيها لهالورقه. شغله الكوتش انه يبلش يرتب هيدي الطاوله لحتى نلاقي الغرض يلي نحن بدنا اياه. فبهيدي الطريقه ببلش الكوتش يسال شو الاشياء اللي لازم يتغير بداخله للمستفيد لحتى يوصل للحل يلي هو بده اياه او للهدف يلي حاطه بخلال الجلسه. شو الاشياء يلي معقوله انه يجربها، او شو الاشياء يلي بعد ما جربها وبيعرف انه معقوله تفيده لحتى كمان يوصل للهدف. كمان مرات بنسال شو الاشياء يلي ساعدتنا من قبل بتخطي هيدا التحدي يلي نحن عم نواجهه وبنقدر نجيبها ونسقطها بالوقت الحالي. مجموعه اسئله وعده اسئله ممكن ان نحن نطرحها بالجلسه لحتى نفتح ابواب مغلقه ما كان منتبه للمستفيد من قبل. فشو اهميه اني انا اروح عند كوتش؟ هو انه مرات كثير بنعرف المعلومه، بنعرف شو هو الحل، بس ما عم نقدر نطبقه. هيدي شغله الكوتش بالتحديد، وهون الوقت يلي نحن بحاجه لان نكون عند كوتش، لانه بيربط هيدي المعرفه وهيدا العلم يلي عنا اياه بطريقه تطبيقها لحتى نوصل للهدف ولنتيجه مرضيه بدنا اياها. طب هلا مين الاشخاص المخولين انه يفوتوا بهيدي العمليه وبهاي الرحله من الكوتشينج؟ هن الاشخاص يلي مستعدين يتحملوا مسؤوليه قراراتهم، هن الاشخاص يلي مستعدين انه يفرجوا ويبرهنوا التزام بالجلسات وبالنتائج يلي رح تنطرح بهيدي الجلسة. وأهم من هيدا كله هن الأشخاص يلي مستعدين أنهم يتغيروا. هيدا كان موضوعنا لليوم. إذا حبيتوا فيكن تعملوا شير ولايك وسبسكرايب، وكمان فيكن شاركونا آرائكن وأسئلتكن، وإذا عبالكن تطرحوا أي موضوع على أي كوتش فيكن تقولولنا عنه بالكومنتس.